او ماي جاد شو المشي هذه وات يا اخي قلنا مشي بغباء بس مو لهالدرجه. سانتو بركاته يا شباب، معكم زايد في لعبه ويست اوف لوثين. انا شباب هذه لعبه جديده كتبت في جوجل فاني جيمز يعني العاب مضحكه، ولقيتها وكذا شفت رسمه وشفت يعني قريت عنها شويه وحسيت انها بتكون حلوه. المهم شباب قبل هذا الفيديو نبغى نوصل هذا الفيديو الى 3000 لايك. ويلا شباب بدون ما نطول عليكم نبدا. اوكي شباب يقول لي اختار اكثر من شخصيه، في هنا جيسي هوليدي، يانسي دومونت، فوزي بارث، جيروز فيلت، ليونارد هاتفيلد. واو يا اخي اسامي فنانه. اوكي شباب احس هذا كذا مدري كيف محشش ويشبهني بعد، وبقى اقدر اختار اسم بعد. حلو واضح شباب، واضح الاسم ايش راح اخليه، انتم كملوها يلا. ايوه حبيبي بيج بوز بيج بوز بيج بوز كانتون. واو اوكي يلا بلاي. لقد راودني حلم غريب، كنت اختار كلاس. اوه اوكي هذا الحين كلاسات ها واو. كاو بانشر ضارب الابقار، ولا بين سلينجر يعني ضارب هذا النباتات، مو النباتات يا اخي الشيء اللي ينحط في النباتات. سنو سنيك اويلر يعني مزيت الثعابين وات. اوكي راح نختار هذا كاو بانشر يا شباب. ايوه هنا يقول لك ايش هذا. اوكي يقول لي هذا شباب الكلاس يخليك يعني تضارب الناس باياديك. خلونا نشوف الثانيات زين. اوكي هذا شاب ساحر بس المشكله ما اعرف كيف يستخدم السحر. خلونا نشوف هذا. اوكي هذا اللي عنده كذا بوشنات ومدري ايش. شباب اتوقع راح اختار هذا. يلا نعم اريد ان اكون ضارب الابقار. اوكي يلا بدينا شباب. طيب كيف شكلي يا شباب؟ هذا انا يا بيج بوس. اوكي خلونا نشوف السالفة الحين. اوكي هنا كتاب خلونا نقرا. شالي مدري ايش هذا. يس يس يس. او وات اعطوني شيء اسمه ووكينج ستوبيد وات يعني التحرك بغباء. ايش اللي تحرك بغباء؟ اوكي خلونا نشوف يا شباب. هذا الكتاب يقول عن واحد كان يمشي بغباء وات. يفتح لك خاصية انك تمشي بغباء. ار يو سيريز وات ايش هذا؟ لقد قرأت كل صفحات الكتاب عشان تتحرك بغباء. التحرك بغباء اضاء موجود الحين. واو احنا عندنا خاصيه نتحرك بغباء. ويقول ايش يقول؟ طيحت الكتاب وخربته عبر انك تدعسه 30 مره وانت تحاول تاخذه. اوكي وات داز ذات مين؟ اي وات ليش كذا يمشي؟ ليه كذا يمشي؟ واو هذا يعني وعلني وانا تعلمت بغباء. او ماي جاد ايش ذا؟ سريع البديهه واسيع الخيال. وات از ذا؟ او ماي جاد واو او ماي جاد ايش المشي العجيبه. اوكي نقول رتب شعري، ما عندي شعر زين. اعطوني اكس بي يلا حلو. او واو هذه افضل مشي شاب حرفيا. هاي روسل ماذا ما اخبارك؟ راح افتقدك ايها الصغير. ايش هذا كل مره يردد نفس الكلام؟ اوكي خلونا نعطيه اكل. اعطينا اكل يلا. اوكي قلنا عجب الاكل. يلا الى اللقاء. خلونا ننزل نسمع لا او وات كانت الاغنيه من هنا. لا لا احب اشغلها فنان الاغنيه. يا اخي هذا شو وضعه كل مره يمشي مشي غريبه. اوكي شباب يلا خلونا نروح برا شوف السالفه. اوكي شباب قاعد اسوي اشياء تعطيني اكس بي، لكن السؤال هنا ما ادري ايش استخدم الاكس بي هذا يعني على ايش. اوكي هذا علبه الالعاب حق الصغير. اوه اعطوني ايتم مكعب هذاك حق الالغاز. طب شو يسوي هذا المكعب؟ اوه اعطوني اكس بي حلو حلو. اصبر يقول ان اخوك حل تقريبا 90% وانت بس مشيت شويه وخلاص حليته. واو على الاقل حليته يعني هذا انجاز لي. او ماي جاد يا المشيه. اوه طلعنا برا. اوه وش اب جيرل هاو يو دوين؟ اوه هذه الام تبتسم لك وانت قاعد تجيها. اوكي يلا انا طالع. راح نفتقدك يا الصغير، وقبل ما تروح عندي هديه لك. هديه؟ نعم ان الكتاب اللي تريده لكريمبو وات. اعرف انه مبكر ولكن اوكي انا ما اعرف ايش الكتاب. ويقول لي الحين ابعرف ايش هو الكتاب. اوكي هل هو الكتاب اللي يعلمك عن كيف تعيش في الصحراء؟ او وات طلع هو. ايوه نايس هذا هو استمتع. اوكي اعطوني ايتم يا شاب. ديزرت ايتن اند درينكن يعني الشرب والاكل في الصحراء. حسنا انتبه هناك، اكتب لنا رساله لما تقدر انها تعانقك. حسنا يا امي الى اللقاء. اوكي اعطتني ايتم هذه خلونا نشوف يا شباب ايش سالفته. اوكي يقول يعلمك عن كيف تطبخ الاشياء. اوكي يلا هلو اعطونا سكيل جديد يا شباب. وات يقول وانت قاعد تحاول انك تتعلم على هذا الشيء بالغلط عصرت الكتاب وحولته للعصير وات وطلع عنه مو بشيء حقيقي. ايش ذا يا عمي ما فهمت. يا امي اوكي اريد هق مره ثانيه يلا. اوكي يلا اعطتني هق. طب اخر مره بعد يلا اخر مره اخر خلاص اخر. اوكي خلاص يكفي. اوكي الحين قاعد اكلم الاب. هذه القبعه لا تناسبك يا ابي راح اكبر معاها. اوكي يلا الى اللقاء. اسمع اريدك ان تاخذ هذا انها مقبض جدتك او شيء كذا. مو مقبض يا اخي شاب حق جي تي اي شاب ما ادري ايش يسمونه. بس يلا شكرا جيد حظا موفقا هناك. لا تنسى انك تقول الوداع الى امه. قلت الوداع حتى ما تبغى ودا يو. اوكي خلونا شاب اوه الحين عندي ايتم. اوه يدمج 4 من 5 حلو حلو. اوكي هذا تبني شاب نسوي يعني نشوف ايش ده. اوه اعطوني شيء اعطوني ابره. اصبر وات كيف حصلت ابره في هذا المكان؟ اعرف ان شاب في مثل يقول لك ما تقدر تلاقي الابره في كومه من هذا من التبن يعني.
وهذول يعكسون المثل. واو. وهذا مين؟ دافور. ايوه شاب دافور اخوك روفس واقف هناك يخاف وشكله تمام هو خايف. اوكي خلونا نعطيه البازل حقه. اعطيناه هذاك البازل وات على الفاضي كذا. هي روفس حان الوقت اني اذهب الى المدري وين. انا لا افهم لماذا انت تذهب. عنده وجهه نظر ليش انت رايح الوست. الوست شاب الغرب اتوقع. الغرب ايوه الغرب. اوكي لمساعده الناس لتحقيق احلامي ولا للهروب من هذه المزرعه الغبيه عشان اساعد لا عشان احقق احلامي. نعم ليس لي اي امكانيه هنا ايها الصغير. اذا راح اسوي شيء لنفسي لازم اروح المكان اللي على الاقل اقدر اسوي فيه لحم. ولكن ان هناك خطر 60% من الناس اللي يروحون الغرب يموتون في غضون سنه. وهذه الاحصائيه من كتاب البقر الذي رجعوا البيت. الله ما ادري. راح اكون تمام. انت اقلق حيال امي وابي وانا راح اقلق على نفسي. حسنا اذا انت تقول هذا اعتقد ان الكريمبو راح يقتلوك. سوف افتقدك يا روفس. حسنا يجيبهم ابليفل يعني ضربت كذا ضربه كذا لطيفه على هذا على هذا شاب. هذا شاب له وجه واحد يروح الغرب. الله عمي اول ما يدخل الغرب على طول يجي له ضرب واحدة في الراس. بس يلا ليتس جو بنروح الغرب يا شباب. بيج بوس راح يحقق حلمه وراح يضارب الناس الغربيين ويجلدهم ويخليهم كومة من هذا القش ما ادري ايش دخل بس اوكي. هذا بيج بوس يا شباب انه يسافر عبر الصحراء الحارة للوصول الى الغرب ولمحاربة. اوكي خلاص كفي. وصلنا الغرب. وش اب براذر. يلا شوفوا شوفوا هذا انسان نيجي من الغرب. يلا يلا بيج يور باردن ميستر. ما ادري ايش يقول هذا. او ماي جاد شو المشي هذه وات. يا اخي قلنا مشي بغباء بس مو لهالدرجه. تورنب ايش يعني هذا؟ اعطوني ايتم. يقول هذا يخليك قوي او شيء كذا حلو. وهذه الابره عشان تاخذ المفاتيح كذا مو مفاتيح قصدي جسمه. اوكي هذا ايش بعد؟ ياك شو السالفه؟ مقرف يعني؟ اوكي خلونا ندخل هنا. اول شيء يا ساتر اول ما دخلت الصالون الرجل بالعيون المدري كيف غريبه اللي جالس على اليسار يرحب فيك عشان يجذب انتباهك. هي اين قبعتك ايها الداقنبت ما ادري ايش ذا. حسنا انا حسنا لا يمكنك ان تشرب هنا بدون قبعه. واو ويقول هنا في هذا في صندوق. شيكت على الصندوق ولقيت قبعه حلوه اعتقد ان هذا الشيء راح تلبسه. حلو لقد شلت القبعه ووضعتها. شكرا بيت. شكرا بيت لقد اعطاك ضحكه صدوقيه. هي يقول ايها فتى نعم انت رايح للغرب اذا تبى شركة قول لي. حسنا انا لا ضغط. حسنا سوف اخلي على عقلي. وات اش ذا سبيت تفال يعني يقول هذا الشيء الناس يتفلون عليه. ماي جاد لا لا حبيبي اسحب عليه اسحب عليه. اوكي شاب هذه اللي هنا هذه اللي تشوفوها هنا كلفتني على مهمه قالتني ان في القبو في واحد كذا ما ادري يعني ايش سوى واحتاج انك تقتله فاعطتني شيء اعطتني هذا وهذا الشيء مكتوب افكتيف اجينست جوبلينز يعني مفيد ضد هذول الاشخاص اللي هم الجوبلينز الاقزام اتوقع شيء كذا. فيلا شاب خلونا نروح المكان. وهذا هو شاب القزم. اوكي شاب لازم نقاتله. كيف نقاتل الحين بفر عليه هذا كيف افر عليه هذا. وهنا علبه ويسكي خلونا ناخذه. اعطوني ويسكي اكيد يرجع هيلث ولا والله ما ادري ايش قال بس المهم خلونا نقتل هذا شاب. يلا اتاك ذا جوبلن ف نعم فايت. اوه بعدين الضرابه شاب اول ضرابه لي يا ساتر ما اعرف كيف الضرابه يا حبيبي. والله شاف في اشياء كثيره. اوكي اتوقع راح استخدم هذا لانه يدمج 6 من 7. ما راح استخدم هذا لان هذا يدمج كثير وراء النبى نسيفه لعله وعسى نستفيد منه بعدين. فيلا اضربها ايوه بكوس. ايوه اوه بس 2. واو عطى اجين. ايوه كلم والله الموسيقى الله فنان الموسيقى. ايوه هذا هو الجوبلن هذا طلع ضعيف يا ريال شو هذا. ها ايزي فيكتوري يس بوي. بعد ما ضربت القزم لقد شجعت نفسك على ظهرك للعمل الجيد. اوكي اعطوني سكيل يا شباب خلونا نشوف السكيل. لا مو سكيل زيد هذا الجريت. ايش هالجريت؟ اوكي هذا يزيد الهيلث والاشياء. اوكي اوكي حلو حلو حلو. يلا قتلناه. او ماي جاد المشي او ماي جاد. واو خلاص اعتنيت بالقزم. اعطوني 200 لحم ديم. اوكي خلونا نشوف هالمكان. الشرف الشرطه خلونا نشوف. هذا هو الشرطي. والشاب براذر او ماي جاد هذا شاب الحين الشرطي ساعدني قال ان في مجرمين دخلوا هذا المكان وحاولوا ينقذون صاحبهم المجرم واثناء انقاذهم لصاحب المجرم كسروا ام الباب واخذوا الباب معاهم حتى الباب ما له دخل فما ادري ليش وكلفني بهم قال لي اريدك تجيب هذول الناس وراح اخليك تتوظف واعطاني هذا السلاح عشان شو اسمه اجلدهم وقال لي راح اجيب ناس معاك عشان يساعدوك ديم. اوكي شاب يقول لي الحين راح اقول لك وين مكان انا المجرمين. وشاب واضح ان المكان نوعا ما مخيف. فيلا ايوه زي ما تشوفون شاب الباب مكسور بالكامل ما في ولا باب. اوكي الحين عندي مسدس يا بوي ليتس جو.
وهذا شاب يقول اذا اعطتني ابره راح اعطيك ديناميت. يلا حبيبي نحتاجه عشان المجرمين. ايوه حلو، اعطاني الحين الديناميت وهذا كم يدمج. اوه يقول ان هذا الشيء تقدر تستفيد منه خارج القتالات بعد. ايش يقصد بهذا الشيء يا شاب؟ واضحه اني راح افجر المجرمين تفجير. ليتس جو. اوكي شاب رحنا عند مقر المجرمين. يلا ردد ريدمشن هالمره شباب. يلا ليتس جو. اوكي يقول لي هذا الشخص نايم، هل ننقذه ولا نطلق عليه؟ احنا شباب لازم نتمسك بالشرف، فراح نقومه بعدين نضاربه. اي انت مفروض ما تكون هنا. اوكي هل نضاربه ولا نخليه يروح؟ روح يلا ثد، انك لا تريد هذا الحياه، ارجع لمكانك، اعتقد انك صحيح. اوكي ثد راح من الصحراء. وات اعطوني شيء بيرك هونربل يعني شريف كذا. نايس. اوكي ما ادري ايش فائده الشرف صراحه اللي اعطوني اياه، بس اوكي. الله الله يمشي. يلا هذه مشية لقتال المجرمين. اوكي شباب هذا هو المقر. Are we ready boys? Let's go. في واحد نايم شاب، واحد من الرجال نايم في الحمام. يا اني اربطه ولا يا اني اقول له يعطيني الصابون. وات يعطيني الصابون. وات اعطاني الصابون. واو شكرا والله. هذا خلاص شباب ما راح نقتله مسكين هذا. وهذول هذول شباب اتوقع انهم عندهم مشكله. اوكي شباب يقول لي رحت ورا الناس هذولك وسمعت ايش 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 يقولون، وعرفت ان واحد منهم اسمه سنايب والثاني اسمه ويمبي. يقولنا مغروسين في اللعب حقهم لدرجه انهم ما شافوك. اوكي لا اتوقع لازم اروح لهم. اي من انت؟ كيف وصلت لهذا المكان؟ ماذا تريد؟ انت قيد الاعتقال؟ نعم. او حقا انتم مع اي جيش؟ او حسنا راح ارجع بعدين. او وات راح وراي يضربني؟ ايه اوكي كانوا طيبين. حلو حلو حلو. قالوا اول ما ضربوك اطلعوك برا. والله ها اطلعوني برا ما تعرفون مع مين تتضاربون؟ تتضاربون مع بيج بوس صعب المشي الاسطوريه. انا هنا عشان باب الشرطي اللي سرقتوه، راح اوريك الباب، الباب في الجحيم. او شت هي ريتش فور هيز جن، يعني بدا يلوح بسلاحه. يلا يلا نتضارب. اوه شت 2 في 1 يا شاب. شكلها يا اخي او ماي جاد. شباب ما راح نستخدم هذه لان يمكن نحتاجها بعدين، فبما ان عندنا السلاح هذا خلونا نطلق على هذا. يلا بس اصبر هنا في برل. ما اتوقع ان البرل يا شباب قنبله ولا شيء. خلونا نضربهم هذول. يلا اطلق. او وات هي ما جت عليه. اوكي حلو حلو حلو. اوكي عادي عادي اضربه بكوس. ايوه ارجع كذا. او وات قتلوني. ار يو سيريوس؟ اوكي شباب اتوقع ان ما نقدر، ولا اقول لك اصبر يا اخي والله حاسس اني ما اريد استخدم الديناميت. اوكي شباب راح استخدم الديناميت وان شاء الله اني ما انتم على هذا القرار. او ماي جاد 20 دمج ول لا. اوكي واو ام ديد يا شباب. ياب ياب. او وات قتلته فيك. وات واو او ماي جاد. واو اوكي قائد العصابه هذه مات بيديك. الشرطي راح يكون جدا فخور بك، ولكن انت ما تعرف كيف امك ممكن تشعر. اوه هذه قويه. اوكي يا شباب الدمج حقي زاد لليفل 2 حلو. يا اخي والله اتمنى ان الديناميت ما راح هباء منثورا يا شباب. احس انه قرار غبي بس يلا. وهذا هو الباب ها. اوكي حلو اخذنا الباب. اوكي يلا حان وقت ان نرجع للشرف ونعطيه للباب. يا الشرف رجعنا الباب حقك. او ماي جاد اعطاني 400 فلوس، مو فلوس قصدي لحم، بس اتوقع اللحم يعني فلوس. ار يو سيريوس؟ يقول احتاج مفتاح على هذا الباب. يا اخوي تصنع مفتاح بنفسك. كسول هذا شاب، كسول حرفيا مو بشرطي هذا. اوكي شاب لو تذكرون ان هذاك قال عطني صابون وراح اعطيك قفل، فالحين سوينا هذا الشيء وراح نفتح هذا القفل يا شباب. اوكي واو ما اقدر اسويها. اوكي شاب هذا اعطاني مهمه، يقول لي ان الاحصنه حقتي هربت، وقال لي في واحد منهم هنا وواحد هنا وواحد هنا، وقال لي شاب راح يعطيني 300 درهم لو جبت الاحصنه. فيلا ليتس جو. اوكي يقول هذا شاب مقفل، خلونا نفتح بالقفل. اوه اعطوني كروبار حلو. وهذا تي ان تي يا شباب. لا لو كان عندي الديناميت. او ماي جاد. شيت ايش اسوي الحين يا شباب؟ بصور وين في ثلاث اماكن اوه حلو هذا هو اللي نحتاجه. ايوه اوكي يلا الحين شباب نتعسى. جو ايش يبرس ذا برينجر؟ ايش السالفه؟ والله شباب ما ادري ما فهمت. يعني اتوقع شيء عشان يفجره. اوكي شباب لازم الحين نسوي هالشيء. يلا يو برس ايش في يا اخوي؟ ليه ما يصير؟ من هنا. اوكي يلا الحين يا اخي قريب لهذا زين راح اموت ولا؟ اوه ماي جاد كبوم حلو. وهذا الحصان. اوكي الحصان هلو. بعرف ايش جاب الحصان هنا اصلا. اوكي شباب انقذنا الحصان الاول، لازم الحين نروح الحصان اللي بعده. ليتس جو. اوه هنا في ثعابين هالمره. اوكي لازم نضارب الثعبان. يلا ليتس جو. تعال الثعبان عندي مسدس انا حبيبي ابلع. اي وات ايش ذا؟ وين المسدس؟ اوه ماي جاد يا حبيبي وين راح المسدس حقي؟ اوه ماي جاد 8 دمج. اوكي خلاص هذا راح فيها. ها واحد بس. انا اضحك على مهاراتك السخيفه في القتال ابلع. اوه هذا هالمره يدمج ثلاثه. وات يسم بعد والله. ابلع سبعه والله. ام جولين القوي. ها اقول اقول ابلع بس ابلع. الو وعصبت شاب عصبت. يلا عط بوكس القاضي. ايوه 9 اتش بي. او ماي جاد. ها
اضحك على مهاراتك القتاليه. 2 اتش بي بس ها، شوف الدمج تعلم 8. وهذا الحصان او ماي جاد، ايش فيه مجنون كذا؟ اوكي هذا بعد وديناه يا شباب، عطيناه اكل ورجع للمكان. باقي اخر حصان يا شباب. اوه هذا شباب المكان ما يبشر ابدا. او ماي جاد هذا ايش، زومبي هذا ولا وطف؟ او ماي جاد هذا شباب يدمج 5 بس نو بروبلم. وعطوني سكين، ليتس جو. الحين شباب راح نستخدم السكين ايوه بدال هذا الشيء السخيف. او ماي جاد دمج 10. طب اصبر، اذا قوينا نفس كذا. كم بيدمج اتوقع؟ 12 ولا؟ او ماي جاد اشوف كيف. واو ضربه واحده، وات دام. اوكي هنا الحين وصلنا للشيء الاساسي. هي وات، هذا الحصان ايش هذا؟ حصان ميت هذا ولا ايش؟ اوكي شباب وخلينا هذا الحصان بطريقه ما ادري كيف يعني ان يرجع. حلو الحين سوينا كل شيء، خلونا نشوف ايش بيقول له الحين. بيعطينا فلوس صح؟ ياب بيعطينا فلوس اكيد. ها شوف رجعنا كل الاحصنه حقتك، 300 درهم يا بوي. او بعد 300 زياده، شكرا والله. وات 300 زياده؟ شكرا 100. او ماي جاد. طيب هذا شباب. اوكي شباب اتوقع خلاص بعدين راح نكمل لاني تعبت. المهم شباب صراحه انا مستمتع في اللعبه، قولوا في الكومنتات اذا انتم مستمتعين ولا لا. المهم شباب هنا وصلنا هذا الفيديو، اتمنى يعجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. كمان زايد وسيا.